العام الجديد يطل على أثيوبيا، بالطبع هو ليس العام 2022 كما يتبادر إلى الذهن، إنما هو العام 2014 حسب التقويم الأثيوبي والكنيسة القبطية. يبدأ العام الجديد في 11 من سبتمبر الحالي. تتكون السنة الأثيوبية من 13 شهرا بحساب 30 يوما لكل شهر، وما تبقى من أيام العام يدخل في حساب الشهر 13 للسنة الأثيوبية الذي يسمى شهر شروق الشمس. عندما يأتي شهر سبتمبر في أثيوبيا نستقبل عام الإشراق، حيث ينحسر موسم الأمطار بشكل تدريجي وتبدأ الشمس في الظهور. نحتفل لعدة أيام ولكل يوم مدلولاته الثقافية، حيث يذهب البعض إلى أماكن الاستحمام الدافئة لغسل ذنوبهم قبل غروب الشمس. تتزين المنازل والطرقات بنوع من الزهور البرية الصفراء التي لا تنبت إلا في أثيوبيا، يتفاءلون بظهورها في أول شهر من السنة ويتبادلون التهاني بقدوم العام الجديد، فيما يقدم الأطفال الزهور للكبار للحصول على أموال وحلوى. الكل يستعد على طريقته لاستقبال العام الجديد. المسلمون والمسيحيون يعتبرونه يوما وطنيا، الجميع يأمل بتحقيق أمانيهم، ففي هذا الشهر تتفتح الزهور الصفراء التي ترمز للخير والتفاؤل. وليست أثيوبيا كبقية الدول، إذ تعتبر الوحيدة في العالم التي لها تقويم خاص بها، ويختلف عن التقويم الميلادي في عدد الشهور والأيام. ويحرص الأثيوبيون على ارتداء الزي الشعبي في اليوم الأول من العام، وغالبا ما يكون الزي أبيض تفاؤلا واستبشارا بالعام الجديد. الشهر 13 في أثيوبيا من عجائبه أنه لا يعد في الوظيفة ولا تدفع فيه الأجور للموظفين والعمال، وهو من شهور المعتقدات الدينية للكنيسة الأثيوبية، كما يعد شهرا خاصا للحوامل حسب الأساطير المحلية. جابر منصور، سكاي نيوز عربية، أديس أبابا.